سؤال باين لك حاجة يعني مهمة جدا وبسيطة جدا، ان احنا عايشين في وسط ناس عندهم كم من الفجر غير طبيعي. موضوع أحمد رفعت الله يرحمه موضوع فاضح، فاضح للجميع يعني. عيال شغالة في الكورة، عياله خلي بالكوا غرباء على الكورة، يعني دخلوا الكورة كده من كام سنة كده إيه، وبعد كده تقلدوا مناصب عشان يسهلوا السبوبة بتاعتهم للأسف العيال دي متربية إن هي مستعدة تعمل أي حاجة عشان تقضي سبوبتها. أدى بينا ان ولد شاب كل غلطه ان هو وثق في ناس مسؤولين ضحكوا عليه واستغلوا طبته واستغلوا ان هو برضه هو الولد عايز يقضي الموضوع وعايز يسافر وعايز يحترف وعايز يعمل فلوس عيني ما يعني القصه يعني كان النهارده بقدرة قادر ربنا يعني قومه تاني وبدعاء الناس يعني ودعاء امه ربنا يصبرها انه يقوم وانه يوصل رسالة علشان يعني يديكوا امانة ان انتوا تمسكوا في الخيط اللي وصلكم للحقيقة. احنا بنتكلم النهاردة هنا على واقعة ادت الى وفاة شاب يعني مظلوم لا حول له ولا قوة بسبب جشع بعض المسؤولين اللي تسببوا في دمار الكرة المصرية في السنوات الأخيرة. لازم يكون مشهد أحمد رفعت هو المشهد الأخير ليهم. إن الحلقة بتاعت امبارح بتاعت ابراهيم فايق مع نادر شوقي بمداخلة مع أحمد دياب بمداخلة مع المحامي بتاع الولد بالقصة دي كلها تسببت في ضياع الحقيقة في حقوق، في حقوق ما بيجيبهاش إلا ربنا. فالنهاردة أنا بقول لكم القصة دي هتحصل وهتتنسي، وفي ناس عايشة في وسطنا مرتكزين في حياتهم على النسيان، إن الناس بتنسى. الناس كلها كل الناس خلي بالكم اللي كانت شغالة الشغلانة دي كانت عارفة إن هما بيورطوا أحمد رفعت. خلي بالكم الناس النهاردة اللي وافقت على خروج الخطاب من وزارة الشباب والرياضة بأنه هو خارج يعمل معايشة 3 شهور، والناس اللي ضحكت على الولد، كل الأطراف دول مشتركين في, 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 في القصة دي. الباور والفلوس الاتنين مع بعض لا يقدر عليه إلا اللي متربي، والعيال دي مش متربية. أهلهم ما قضوش معهم وقت كفاية وهم صغيرين. أنا عارف أهلهم كانوا بيعملوا إيه.